أيها الإخوة مستمعينا الأعزاء، تاني وناموس في صوتنا الخامس بعد قرار اللجنة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد اللي هي الشاهدية. تانينا والناموس لجميع الفائزين. نحن نسير مع مقدمة الشوط وشوطنا السادس، شوط الإبكار المهجنات الأصايل. يا سلام، يعني شعارات كثيرة وأسامي كثيرة، وسوف يكثر الحديث هناك عند اللحظات الجميلة. سوف يكثر الحديث عند لوحة الكيلو ولا الخمسمائة متر. لا نسبق الأحداث، إنما نحن على موعد، نحن على موعد دائما بعروض جميلة ما شاء الله على النوعية الفريدة، النوعية المميزة التي تتصدر أول وثاني المراكز الشاهدية والشواهين كلها تعود ملكية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة حمد بن راشد بن خدير النقرة. هنا على الطيارة في المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن مكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. انتقل وياكم إلى المركز الرابع بويضة، البويضة على رابع المراكز لسمو الشيخ راشد البويضة لسمو الشيخ راشد محمد بن مكتوم ويمعى بن عبيد بن محمد بن صبيح. النقلة على المركز الخامس، اللي في المركز الخامس هنا تتواجد الشاهدية لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مع مهير بن سيف أبو نواس سادس المراكز شواهين. في المركز السادس لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان لغويس. بينما اللي في المركز السابع هنا مقصصة روح مع الجماهير وتعود ملكيتها مسري بن سيف أبو نواس. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة. من المتصدر؟ من اللي غير شعاره على المركز الأول؟ الشواهين، شواهين، واسرع من الشواهين، أسرع من الطيائر، أسرع من الصواريخ. تبارك الرحمن، هنا على مقدمة الشوط نوعية فريدة جميلة مميزة تحمل هذا الشعار المميز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير. ولكن أيضا هنا شواهين أيضا ثانية انتصل لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم مع الشاب المميز سيف بن خلفان لغويص مقصصة، تأتي في ثالث المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم مع سعيد بن عبيد بن خليفة الحمير. الشاهينية بدأت تقترب، تبارك الرحمن. هنا الشاهينية أيضا تأتي على ثالث ولا رابع المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن راشد بن اختير. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. شواهين في المركز الأول، شواهين في المركز الأول، شواهين مسيطرة على مقدمة الشوط، شواهين مسيطرة على مقدمة الشوط لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ويبغي النقطة الرابعة، هذا الشعار يبغي النقطة الرابعة، يبغي السوبر أيها الإخوة، يبغي السوبر في اللحظات الأخيرة. تهانينا للمقام السامي، تهانينا للمقام السامي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا لحمد بن راشد المقدي الشواهين في المركز الثاني، لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم الشاهيني ثالثا، لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الرابع، لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المركز الخامس، لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز السادس، مسري بن سيف بن وسابع المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان، لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المركز الثامن، لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. 6 دقائق 14 ثانية 45 جزء ثانية. تهانينا والناموس المقام السامي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير الاجتبي على نسبة فوزه في النقطة الرابعة هنا في أرضية هذا الميدان.